كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ناصر ماهر وتوقفنا عند ناصر. يعني احنا لو الفتره اللي فاتت الحقيقه كان في قفشه وكنا عندنا قلق مين البديل او مين اللي ممكن يحل مكانه. طبعا ناصر ماهر لعيب مميز جدا جدا جدا، لعيب صانع لعب ولعيب يمكن انا شفت له مثلا نهائي مباراه منتخب برازيل كان افضل لعيب في ال 22 لعيب منتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي مظبوط، كان افضل لعيب في الملعب اولا. حتى ده في حاجات كمان زادت عنده، هو كان عنده الحته الدفاعيه ما بيدوس فيها قوي، ولا ده بينزل يعمل تاكلينج ويزحلق 3 متر ولا مترين ويجيب الكوره وراجع، ومع منتخب كبير زي منتخب البرازيل. ناصر ماهر لا هيبقى لعيب سوبر برضه، وده من النماذج اللي لسه حضرتك بتتكلم عليها، انه هو يمكن ما كانش ليه فرصه في النادي الاهلي، تالقه في سموحه طبعًا. زاد طبعًا. واشتراكه تعرف اللعيب كل اسبوع بيلعب وكل يمكن 3 ايام بيلعب، احتكاك قوي وزاد بشكل كبير، وتالق كمان في 10 بالذات، لان انت حضرتك عارف ان ناصر ساعات كان بيلعب يعني كطرف شمال، لكن وجوده في نص الملعب افضل كتير يعني. طبعا مميز جدا جدا. تعرف يعني حته الاحتكاك، احنا في لعيبه في الكره المصريه بدايتها كانت بعيده خالص، بعيده فنيا خالص، يعني ما حدش كان يقول مثلا فنشوا نجوم كبار. صحيح يعني الاحتكاك وكتر المشاركه والحاجات دي كلها بتزود المستوى بشكل كبير جدا جدا يعني. انا مش عاوز اقول اسماء، لكن انا بقول فعلا كده، في لعيبه كانوا في بداياتهم لا يعني فنشوا نجوم كبار وحتى احترفوا ومش عارف ايه وبتاع. طبعا انا عارف، انا يعني كان البدايه ما تقول لا ده لكن اللي بيشتغل على نفسه صح، واللي بيعمل احتكاك قوي في 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 تجاربه كلها وفي مبارياته مستوى بيعمل كده. تخيل بقى انت بقى لما يكون عندك لعيب موهوب صحيح ويبقى صح. وانت مثلا خرجته بره خد الاحتكاك دوت وخد مباراه قويه جدا وخد مشاركات بقى كتيره وبتاع، راجع لك حاجه. طبعا اكتر حد استفاد من الاعارات اللي تمت في خلال الموسم اللي فات احنا طبعا النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي.